أهلا بكم من جديد. بعد طول تردد وتأخير أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل لأجل ولاية ثانية في المنصب. ما هي حظوظ بايدن في ظل أوضاع اقتصادية لم تحقق فيها إدارته تحسنا؟ وما هم المنافسون الجمهوريون الأبرز الذين سوف يتقدمون إلى السباق؟ Freedom. إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لفترة رئاسية ثانية جاء بينما غيوم التباطؤ الاقتصادي تتلبد. اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قالت إن بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبب بأزمة تلو الأخرى يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية. معدلات التضخم لا تزال تبلغ أكثر من 5%، والتضخم لا يزال ضعف الهدف المطلوب وهو الأسوأ منذ 40 عاما. النمو يتباطأ أيضا، فبحسب بيانات وزارة التجارة فإن النمو تراجع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.6%، بينما كان النمو في الربع الذي سبقه 3.2%. وإذا كان لاستطلاعات الرأي أن تقدم مؤشرا، فقد كشف استطلاع أجرته جامعة هارفارد وفقا لصحيفة ذهالة الأمريكية أن 38% فقط من الشباب يشعرون بالرضا عن أداء الرئيس، بينما شعبيته العامة تدور حول النسبة نفسها. كل هذا من دون أن يؤخذ عمره بعين الاعتبار، فهو سيخوض الانتخابات بعمر 81 عاما ليكون أكبر مرشح في تاريخ الولايات المتحدة، ويفترض أن ينهي رئاسته الثانية وهو بعمر 86 إذا بقى قادرا. العقدة المتعلقة بالعمر لا تقتصر على المخاوف من عجزه، ولكنها تعني شيئين آخرين. الأول هو أن ترشحه يحرم جيلا ديمقراطيا من التقدم، كما أن فرصه للفوز تتضاءل أمام مرشح جمهوري شاب مثل حاكم فلوريدا رون دي سانتس البالغ 44 عاما إذا ما دخل حلبة المنافسة على الرئاسة. ينضم إلينا من واشنطن كالفن دارك عضو الحزب الديمقراطي، ومن نيوجيرسي هاشم كريم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد دارك. الرئيس جو بايدن تقريبا منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض في هذه الولاية، وهو يسأل عن الولاية الثانية وعن مدى إمكانية ترشحه. لماذا الآن ولماذا هذا التأخير في الإعلان عن ترشحه؟ أعتقد أن السبب أنه لم يعلن مبكرا بأنه كان يفكر ماليا في الأمر حتى نهاية نوفمبر خلال انتخابات تجديد المنتصف. لم يكن مؤكد أنه سيخوض الانتخابات، ولكن في الانتخابات الديمقراطيون أدوا بشكل جيد جدا، ومن ثم ذلك شجع بايدن بأن يخوض الانتخابات. وقرر اليوم، لأن اليوم يوم خاص جدا لأنها الذكرى السنوية، حيث قام باللقاء مع أعضاء حملته في 2019 عندما كان يحضر لانتخابات 2020. وعلينا أن نتذكر بأنه على عكس الجمهوريين، الرئيس غير متسرع في اتخاذ القرار لخوض الانتخابات، لذلك استغرق الوقت في التفكير. على أي أساس اتخذ هذا القرار؟ أعتقد أن الرئيس بايدن ارتأى بأن السبب في خوضه الانتخابات 2020 هو حفظ البلد، حيث كان الرئيس ترامب آنذاك هو رئيس للولايات المتحدة، وفهم بأن الديمقراطية تحت الهجوم، الحريات والحقوق تحت قيد الهجوم، لذلك قرر أن يخوض الانتخابات. وأعتقد أن هذا هو نفس السبب الذي قرر بأنه عليه أن يخوض الانتخابات مرة أخرى، لأن الأمر لم ينتهي بعد أن ننتهي من عملنا، وهو لم ينتهي من عمله بعد، هو لم ينجح بعد للوفاء بكل ما قام بالإعلان عنه كوعود من قبل، ولذلك فقد قرر بأن يخوض الانتخابات للمرة الثانية لينهي ما بدأ من عمل. نذهب إلى السيد هاشم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري.
الحزب الجمهوري يرى أن هناك تأخير وأن الرئيس جو بايدن منفصل عن الواقع، ولكن إذا نظرنا إلى التجارب السابقة في الترشح للانتخابات نجد أن هذا هو الموعد تقريبا الطبيعي، وما قام به الرئيس السابق ترامب عندما أعلن عن ترشحه هو الوقت المبكر. وأعتقد أن موضوع الوقت ليس له تأثير كبير، فليس من المهم أنه يرشح نفسه مبكرا أسبوع أو أسبوعين أو يتأخر. المشكلة الأساسية سوف تكون على برنامج المرشح وقدرته على تلبية مطالب الحزب الأمريكان، وهل هو فعلا تاريخه السياسي والاقتصادي كفيل إن هو يضمن له إعادة الانتخابات مرة أخرى أو لا. فبالنسبة طبعا لبايدن للأسف الشديد هو جاء في وقت خاطئ، وأعتقد أن ترشيحه يعتبر خاطئ على الحزب الديمقراطي، أولا لسنه، ثانيا لأدائه اقتصاديا وسياسيا. نعم. يعني بدون شرح سيد هاشم، تتحدث عن الترشح للمرة الأولى أم لهذه المرة الثانية؟ لهذه المرة. لهذه المرة الثانية، نعم. طبعا لهذه المرة. فالإيكونومي طبعا سافرنج ألوت، وكما تعلم أن الغلاء فعلا يعني أصاب الجميع، الأغنياء والفقراء، ولذال الكثير يعاني من هذا حاليا. الموقف حاليا مع الأوروبيين رغم أنهم يحاولوا يبقوا معاه في موضوع الحرب الحالية، ولكن كما تعلم أن فرنسا والآخرين يرغبون في التخلي حتى ويكون لهم يعني الوحدة العسكرية والوحدة الاقتصادية الخاصة به. كل هذه نتيجة سياسات خاطئة بالنسبة لبايدن وقراراته الخاطئة منذ أن جاء إلى الحكم. طيب. سأعود إليك أذا مرة أخرى إلى واشنطن. سيد دارك، هناك العديد من الملاحظات على الفترة الأولى حتى الآن أو الولاية الأولى للرئيس جو بايدن. ما هي الأسباب التي أدت إلى أن تصل شعبية الرئيس الأمريكي إلى هذا الحد، وعندما يكون منخفض في نسب الشعبية يعلن ترشحه؟ في الولايات المتحدة لا يهم الأمر من هو الرئيس، الأهم هو من الحزب الذي يحكم، والاقتصاد هو الأهم. في أي وقت يكون الاقتصاد غير جيد فهذا يجعل الناس غير مؤيدين لمن يحكم البيت الأبيض، ولكن أنا أعتقد السبب الذي يعتقد بأنه نجح في ولايته وأنه يمكن أن ينجح في الانتخابات مرة أخرى بأنه قام بتحقيق إنجازات كثيرة في الفترة الأولى، حيث قام بالتعافي من الكوفيد، قام بتمرير القانون الخاص بالبنية التحتية، وأيضا اتخذ العديد من القرارات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات. كل ذلك يعد من بين الإنجازات، ولكن سوف يستغرق الأمر وقتا حتى يشعر الأمريكيون بتأثير ذلك. أعتقد أن الرئيس بايدن خلال الصيف والخريف سبتمبر أكتوبر نوفمبر 2024 سوف يشعر الأمريكيون بكل ما فعل بايدن من فوائد بالنسبة لهم، ذلك سوف يقنعهم ويتيح لهم الفرصة لانتخابه للمرة الثانية. نعم. سيد هاشم، إلى أي مدى أيضا الحزب الجمهوري له رؤية موحدة؟ هناك العديد من القضايا الآن التي يبدو أن الحزب الجمهوري منقسم حولها، ومنها من يترشح باسمه. في الفترة الأولى دائما للترشيح تجد أن هناك بعض الأعضاء سواء من حكام الولايات أو من أعضاء السنت أو الكونغرس يرغبون في الترشيح، وليس هذا يعني هذا أي انقسام على الإطلاق. أعتقد أن ترامب إن لم يكن هناك قضية حاسمة خاصة به وبأدائه سيكون هو المرشح في هذا الموضوع. ده بالنسبة لترامب. أما كما تعلم وكما نرى كثيرا من أعضاء الكونغرس، وهذا جرى في الفترات السابقة، يبدأ كثيرا من أعضاء الكونغرس أو حكام الولايات الرغبة في الترشيح، وبعد يعني إنتاج الأمور
ويجد أن شعبيته قد لا تساعد، تبدأ العملية كلها تنحصر بين مرشح أو اثنين. فأعتقد أن ترامب حاليا لازال على رأس القائمة، وإذا جاءت الأمور الأخرى الخاصة بالقضايا المرفوعة عليه إلى يعني عدم وجود أي أدلة قاطعة، فسيكون هو المرشح وسيكون هو الفائز. وماذا عن حاكم فلوريدا؟ حاكم فلوريدا تحدث الكثير، ويعني وأرغب ترشيحه منذ فترة سابقة، ولكن حتى الآن ليس لديه خطة واضحة بالنسبة للإيكونومي وبالنسبة للجزئيات ولخفض العجز. لا تعلم أن العجز حاليا يعني العجز بالنسبة لنا مشكلة قوية جدا، والكونجرس النهاردة لا يرغب في وجود أي ميزانية في الفترة الحالية، لأن العجز وصل 32 تريليون دولار، أكبر عجز ممكن في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فكل هذه الأمور يعني لابد من حسمها أولا، وبالتالي يبدأ الحديث عن المرشحين. نعم. سيد دارك، أعود إليك في واشنطن. إلى أي مدى الحالة الصحية للرئيس الأمريكي تسمح له بخوض معركة الانتخابات القادمة، إن كان بهذا العمر أو أيضا بالحالة الصحية التي نتابعها في العديد من المواقف أثناء إدارتي أو أثناء ولايتي الحالية؟ أعتقد أن الأمور المتعلقة بصحته وسنه، كل هذه أمور ذات محل تخوف خلال الفترة الثانية، سيكون في السادسة، يصل إلى عمره في السادسة والثمانين، وهذه نقاط قلق شرعية. ولكن لتخفيف هذه النقاط محل القلق، أن يتحدث بايدن بصراحة وبشكل مباشر مع الشعب الأمريكي عن هذا الأمر، وهو يعترف بأن عمره محل قلق، ولكن هو وأسرته يعتقدون بأنه جاهز لأداء هذه المهمة. الشعب الأمريكي يهتم لأن يعرف إذا كان هذا الشخص يتحلى بالصراحة والأمانة وليس بحالته الصحية كثيرا، يريد أن يتأكد هل هو يخدع الشعب الأمريكي أم لا. وأعتقد أن جون بايدن تحدث عن الوضع وتحدث عن رغبته بأنه يود أن يخوض الانتخابات مرة أخرى وأنه قادر على ذلك. أعتقد أن الأمريكيين لديهم بعض القلق تجاه هذا الأمر، ولكنهم طيب يصدقونه. ولكن سيد دارك، هل هناك إجماع من الحزب الديمقراطي على هذا الترشيح؟ أعتقد بأن الحزب الديمقراطي جزء كبير أو البعض منهم يفضلون شاب بأفكار تقدمية، ولكن في هذه الحالة ربما يكون عدد من الديمقراطيين يقلقون بشأن السن، يقلقون بشأن عدم وفائه بكل تعهداته ووعوده، لكن الغالبية أكثر من 90% سوف يدعمونه. السبب في ذلك أن الديمقراطيين يفهمون أن البديل، الخيار الآخر، هو ترامب. وإذا ما كانت هناك مقارنة ما بين بايدن وترامب، أعتقد بأن الديمقراطيين سوف يختارون بايدن، حتى أن بعض الجمهوريين سوف يختارون بايدن لعدم رغبة في رؤية ترامب مرة أخرى كرئيس. وأعتقد أيضا هذا سوف يعتمد على المرشح الجمهوري، والمحتمل بشكل كبير أن يكون ترامب، وبالتالي أعتقد بأن الديمقراطيين سوف يدعمون بايدن خلال الانتخابات لهذا السبب. سيد هاشم، أعضاء كثر من الحزب الجمهوري أخذوا يفندون سلبيات هذه المرحلة وعلاقة ذلك بالحزب الديمقراطي وبالرئيس جو بايدن. إذا صحت كل هذه السلبيات،
فلا مجال للحزب الجمهوري أن يخسر إذن الانتخابات، وتعتبر انتخابات سهلة بالنسبة له. ولهذه حقيقة فعلا. ولا ينسى صديقنا اللي انت كنت بتكلمه دلوقتي على أساس ان جو بايدن كان في عملية جراحية في المخ في المستشفى، ولم يعلن عنها على الإطلاق إلا بعد أن تمت منذ شهر تقريبا. وهذا خطأ كبير بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. احنا طبعا نتمنى له الشفاء، ولكن في مثل هذه المواقف لابد أن يكون هناك واضح تماما على حالته الصحية، خاصة إذا كانت تتعلق بأعضاء مهمة في الجسم كيعني المخ والكانسر وأمور أخرى مثل هذه الأمور. صدقني أن المجتمع الأمريكي يتشكك تماما في قدرة بايدن، في قدرة سواء الاقتصادية أو السياسية أو حتى حالته الصحية. ربما إذا شاهدت بعض مؤتمراته الصحفية أنه بعد ما تنتهي الصحافة يذهب ليصافح شيء في الخيال، لا يوجد شيء يصافحه، وهو يمد يده تماما لا تعلم ما هذا. فعملية يعني قلقة بالنسبة، أنا أكون قلق بصرف النظر أنا جمهوري أو ديمقراطي، أكون قلق على صحة الرئيس الأمريكي أن يكون في مثل هذا الوضع عقليا وجسديا أن يقوم بإدارة الولايات المتحدة في الأوقات العصيبة. طيب. واضح تماما الحرب الحالية الموجودة في أوكرانيا، لا يعلم الشعب الأمريكي إلى أي اتجاه، هل نحن معها أو ضدها أو نساعدهم، وما هو القصد من هذا أولا وأخيرا، ما هو العمل؟ سيد دارك، أعود إليك في واشنطن. بالتأكيد الحالة الصحية للرئيس الأمريكي في هذه السن ستكون مثار جدل كبير خلال هذه الانتخابات، ولكن كان هناك تقارير نشرت في الصحف بأن أحد أطباء البيت الأبيض السابقين تحدث على أن هناك تقارير طبية تتحدث عن الحالة العقلية أو القدرة العقلية للرئيس الأمريكي، يتم إخفاؤها نظرا لخطورتها. في البداية علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه عندما يتعلق الأمر بإشاعات خاصة بأن الرئيس بايدن لديه مشاكل في صحته العقلية، بعضها من الجمهوريين ممن يشككون في قدرته على أداء مهامه كرئيس، علينا أن نتوخى الحذر بشأن هذه الإشاعات. الأهم من ذلك أن الرئيس بايدن سوف يجيب على كل هذه التساؤلات الخاصة بصحته البدنية والذهنية، سيكون هناك شفافية عبر سجلاته الطبية عندما يطرح الناس على أسئلة بهذا الصدد، هناك فحص روتيني يحدث له وهو يتسم بالأمانة والصراحة في معاملاته مع الشعب الأمريكي، وسوف يكون أمينا في الإجابة على هذه الأسئلة. علينا ألا نؤمن بهذه الإشاعات لأن الرئيس يتحلى بالشفافية فيما يتعلق بقدراته الذهنية والبدنية. سيد كريم، أعود إليك، ولكن في المقابل من سوف ينافس الرئيس جو بايدن؟ يفترض أنه الرئيس السابق ترامب، وهو متهم بأكثر من 30 تهمة من كل الأنواع. برأيك كيف ستكون هذه المنافسة، ومن ترجح كفته إذن؟ هل هذه التهم تقلل من فرص الرئيس السابق ترامب؟ أرجو بس أن أوضح أن الاسم الأخير كريم مش كريم. شكرا على أي التصحيح. تفضل. على أي كان، أعتقد أن وجود مثل هذه القضايا جميعا يعني ليس لها التأثير الكامل. الدستور الأمريكي يسمح للرئيس الأمريكي أن يرشح نفسه حتى لو كان مقبوض عليه وداخل السجن. حتى هو جوه السجن ممكن يترشح ويجري الانتخابات. أعتقد أنه لم يكن، إن لم يكن هناك قضية خاصة بالأداء العقلي أو الأداء الهام
أو ليس هناك تهمة قد تكون تهمة شرفية أو أخلاقية قوية، فإن ترامب سوف يكون هو المرشح. وسوف تظهر الأيام في خلال الشهور القادمة أين الموقف، ولكن أعتقد إذا كان هناك أكثر من مرشح حاليا، أحد حكام الولايات أو أعضاء الكونغرس الأمريكي، أعتقد أنها سوف تكون لفترة، ولكن ستكون النهاية خاصة بترامب أولا وأخيرا. نعم سيد دارك، أعود إليك في واشنطن. إذا تركنا الملف الداخلي وهو الاقتصاد وأهمية ذلك، ولكن ذلك مرتبط بالسياسة الخارجية الأمريكية، إن كان في التعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي، إلى أي مدى ما زال هناك رضا عما تقوم به الولايات المتحدة من سياستها الخارجية، وتحديدا تجاه أوكرانيا كان في البداية التأييد كبير، هل ما زال نفس الخط يمكن أن يستمر رغم السلبيات؟ علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الشعب الأمريكي في التصويت نادرا ما يفكرون في السياسة الخارجية كأولوية، الأولوية للاقتصاد والقضايا المحلية. لكن فيما يتعلق بقيادة بايدن في حرب أوكرانيا، في أعتقد أن الكثيرين من الأمريكيين يدعمون فكرة دعم الحلفاء في الناتو، والتأكد من أن روسيا لن تقوم بالهجوم على أي دولة مستقلة أخرى كما حدث مع أوكرانيا. الكثير من الأمريكيين لا يفضلون المبالغ المنفقة على الحرب في أوكرانيا، ولكن هي منفقة يعتقدون أن من الأفضل أن تنفق على الشأن الداخلي، لذلك هذا أمر مهم. الجمهوريون قالوا بأنهم لن يدعموا ماليا الحرب في أوكرانيا بنفس المستوى الذي يدعم به الرئيس بايدن، وبالتالي فإذا ما نجح بايدن سوف نجد دعما مستمرا ضد روسيا، ولكن الأمر يعتمد على أيضا البيت الأبيض والعديد من الهيئات الأمريكية في تقديم الدعم لأوكرانيا. سيد كريم، أعود إليك، لماذا يختار أو يجمع الحزب الجمهوري على الرئيس السابق ترامب إذا حدث ذلك، يعني رغم كل هذه الاتهامات حتى وإن لم تصح في معظمها أو كلها كانت خاطئة، ولكن أليس في فترة حكمه كان يعتبر رئيس نقول مثير للجدل؟ لم يكن هناك إثارة للجدل في قراراته، أو ربما، ولكن معظم الرؤساء لعلمك الأمريكيين جميعا عندما يبدأون في الترشح تبدأ الصفحات الماضي كلها أن تفتح، وتأتي من هنا وهناك بعض الاتهامات سواء أخلاقية أو اقتصادية أو سياسية لهم. ولكن بالنسبة للمجتمع الأمريكي أو للأمريكان، هو يهم أداء الرئيس الأمريكي. نعم. أولا نمبر وان الاقتصاد. نعم. بس نمبر وان. ثانيا السياسة الخارجية. فالأمريكان يستيقظ النوم على رغيف العيش، ده أهم حاجة في حياته. ما يحدث في الخارج يبقى بالنسبة له يعني لا يهم. طيب. فكان أداء بالنسبة لترامب في وقته أداء ناضج وتصحيح ونمو للاقتصاد، وكان فعلا بيتفادى الدخول في نزاعات خارجية وأخرى يعني في شد الولايات المتحدة كما حدث الآن. الحرب في العلم في أوكرانيا هو اختيار أمريكي. نعم. لأن الروس لما دخلوا ما طلبوش. طيب. الحرب. اسمح لي أذهب سريعا إلى السيد دارك في واشنطن. أيضا لماذا يختار الحزب الديمقراطي رجل تخطى 80 عاما؟ الديمقراطيون يدعمون الرئيس بايدن لأنه أفضل
ديمقراطي قادر على هزيمة ترامب في الانتخابات. هو الديمقراطي الوحيد الذي قام بهزيمته في الانتخابات الرئاسية. أعتقد بأن عمر بايدن محل قلق، ولكنه ليس عامل حسم. نحن ندرك بأن ترامب يسعى للترشح عن الجمهوريين، وهو الديمقراطي الوحيد القادر على الوقوف أمام ترامب بالرغم من كبر سنه. سيد كالفين دارك، عضو الحزب الديمقراطي من واشنطن ومن نيوجيرسي. هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري، شكرا لكما. انتهت حلقة اليوم من وراء الحدث، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.